قصة طارش دواس الظلمة الجزء الرابع. وصلوا على الغابة الكبيرة، طارش وشموع والذيبة ومعاهم جمجوم. أو قال جمجوم: أنتم عجبتوني، تركضون فوق الأرض بسرعة رهيبة، خاصة هذه البشرية. المسافة بين الغابة والمدينة اللي بيها أم الناي، أين واحد من البشر يركض هذه المسافة؟ ما يوصلها بثلاث أيام. قالت له الذيبة: شموع بجسدها قوة من قوة الجن، وعدها مهارات قوية. قال جمجوم: بين على هذا الرمح والسيف والنبلة والخنجر، هذنا من أسلحة الجن. احنا راح نظل بهذا الغابة أو نستنى البدو يلحق أثرنا، امشان نخفي أثره بهذا المكان. على أطراف هذا الغابة ماتوا ربعي، ما ظل حدا من سلالتي عايش، كلهم ماتوا بهذا المكان على ايدين جماعة الصيادين الغدارين. ما دام أم الناي قعدتني، أني بلش ثاري معهم، ما اريد حدا منكم يتأذى. قالت له الذيبة: لا تخاف علينا. قال جمجوم: يا الذيبة اسمعيني، انتي وهذول الاثنين بوادي بنص الغابة، حوالي شجر ورقة شجر اصفر، بهذاك الوادي بمغارة كبيرة. اذا صابني شي، انطعنت او متت، لازم تصلون للوادي وتفوتون بالمغارة. المغارة بيها سرداب الحز، اروح افتح لكم اياه. من تفوتون بالسرداب بيحجرة لونها ازرق، اين واحد منكم يلمس هذيك الحجرة راح يختفي ويوقف عليه الزمان وما يظهر البعد 10 سنين. هو صفق ايديه واختفى جمجوم، غاب عنهم فترة من الزمن ورجع ظهر قبالهم وقال: فتحت باب المغارة او فتحت باب السرداب او خليت الحجرة تظهر. قالت الذيبة: اذا نزلنا بالمغارة واختفينا عند هذيك الحجرة، ما يقدر يلحقونا. قال لها: لا، اني نسخت اشكالكم الثلاثة، اين واحد منكم راح يقف قبال الحجرة راح تلمع، واين واحد غيركم يقرب على الحجرة راح يشوف حجرة عادية، واذا لمسها راح يصيبوا لعنة. قال الشموع: اني ما اريد يوقف علي الزمن قبل ما اذبح شايش الغدار. قال جمجوم: اسمعيني يا شموع، انت دخلتي بين معشر الجن او حروب الجن مو مثل حروب البشر، بقوة كبيرة ما لازم حدا يستهين او يستخف بيها. اول استخفيت بيهم وخسرت كل شيء، وماتوا كل جماعتي وكل سلالتي، ولو مو ام الناي شايلتني ومعالجتني كاناني زاد متت. وما تعرفين، يمكن الاسم شايش راح يجي لهذا المكان او ساعتها انت تذبحينه. وصلم المخرز ومخاوين الصيادين الاربعة او سواد الليل او طحان الصخور والطابور العاشر قبال المدينة الكبيرة الساكنة بيها ام الناي. وقف مقبال المكان اتدفق منه ينابيع المي: جماعتك يا طحان ماتوا بهذا المكان، هم وقطوفة ومدفونين تحت الأرض مسافة بعيدة، أو فوق أجسادهم صخور كبيرة، والينابيع هذه مهارة جني قدر يفجر المي من الأرض أمشان يخفي مكان المعركة. بس فكرهم حالهم أذكياء ونسم يمسحون الأثر، أثرهم مبين فوق الأرض، اختفى من مكانه وظهر بغير مكان واحترف وراء عليهم وقال: هذا أثرهم، جني وذيبة واثنين من البشر، واحد كبير وواحد صغير. طار سواد الليل ووقف بحد وقال: اللي كانوا بالمستنقع ثلاثة، الذيبة والبشرية وجني المتحول على هيئة البشر الصغير، القدر يخلصهم من هذاك المكان معناته جني وهو شاين معاهم بهذا المكان. قال المخرز: راح نلحق أثرهم لو من ما نصل للمكان الوصلوا له. طار المخرز وطار وراه فوق سور المدينة العالي، قاعدة أم الناي ودحج عليهم وقالت بقلبها: ما حسوا بيا ولا شكوا بيا، أحسن قرار اتخذته أني قعدتك يا جمجوم أو هذول الأربعة مخاوين الصيادين، لو من نشوفهم راح اتفاجأ، نفس الخصوم اللي كانوا بهذيش المعركة الماتوا بيها كل سلالتك، بس الساحر المعاهم متغير. بنص الغابة قاعدين جمجوم وطارش وشموع والذيبة، والمعت القلادة بصدر طارش. قام حيلو جمجوم وقال: القلادة لعنت طارش، زادت حس بالخصوم والأعداء إذا قربوا عليه. قالت الذيبة: قربوا علينا. قال جمجوم: إيه، حسيت بيهم، أو عددهم كبير أو قوتهم كبيرة، القوة هذه حسيت بيها قبل هالمرة، وكأنه جايين على هذه الغابة، نفسهم الهجموا علينا بهذيك المعركة، راح يفوتون على الغابة وراح يحاولون يطوقونا، احنا راح نختفي بأربع شجرات على حد بعضهن، ما لازم نظهر قدامهم ونصير لهم هدف،
لازم نخليهم يتفرقون بهذه الغابة الكبيرة، وظل تصيدهم واحد ورا واحد. ما تطلعون من الشجر الا اقولكم اني راح اكون الصياد بهذه الغابة. وطار وقام يضرب يديه على الشجر ويصيح لهم، كل ما ينادي واحد منهم يجي على الشجرة ويفوت بيها ويختفي. واختفوا الأربعة بأربع شجرات، وصلم المخرز والمعالق بأل الغابة وانزلوا بعيد عنها. قال واحد من مخاوين الصيادين: الغابة هذه أتذكرها زين، وأتذكر هذا المكان. أنتوا تذكرون يا أصحابي؟ هزم بروسهم الثلاثة وقالوا: إشلون ما نتذكروا؟ خضنا بمعركة من أقوى المعارك والحروب، أو كان معانا يومها الساحر أبا المخرز، أو هو ذبح أمير هذا الغابة. كان محارب قوي وعنيد اسمه جمجوم، وينادونه مخاوى الذيب أو عين الذيب الحمراء أو صاحب السيف الأحمر. قال المخرز: أبوي ذبحه. قالوا له: إيه؟ كان بي معاه عفريت قوي، ذبح عدد كبير من العفاريت كانت معانا اسمه العفريت الذيب الأحمر. قدر أبوك يختمه وهدال واحد من المنجمين أصحابه من أرض جواهر. قال المخرز: العفريت نفسه الخذو فرسان المدار. قالوا له: ايه؟ قدروا يصلون لهذاك المنجم ويذبحونه، او اسروا العفريت وخذوه. من يومها ما بين العفريت، يمكن فرسان المدار ذبحوه، لانه ما يقدرون يشيلون الختم الموجود على ظهره، ختم السيطرة. هل ورثته انت من ابوك؟ قال المخرز: معناته راح اعيد امجاد ابويا بهذا المكان، واتمنى يكون مع هذول الاربعة جيش كبير ويكون معهم عفاريت. قال سواد الليل: هم موجودين بالغابة، قاعد أحس بقوتهم بس مختفين. الغابة هذه كبيرة أو بيها أشجار كثيرة. قال طحان الصخور: خلوا لي هذا المهمة يا المخرز، أني وطابور العاشر نفوت على الغابة ونطالعهم. أحب شي على قلبي حرب الغابات، وأن الغراب ينقط ويخفق بجناحين وفوقهم. رفع يده المخرز ونزل على يده الغراب والمع عن عيونه وقال: يا المخرز، انت ومخاوين الصيادين الاربعة طالبينكم من مدينة الابراج، جماعة الصيادين لازم تروحون بالحال. قال المخرز: زين يا الغراب، علوانك متأخر شوي، كنت ناوي اشوف الموجودين بهذا الغابة اللي قدروا يذبحون قطوفة ومعاها عشر محاربين من الطابور العاشر. اندار على طحان الصخور وقال المخرز: أنا بدي اروح جدامك يا طحان الصخور على الربع الخالي، بعد ما تقضي عليهم تلحقنا، واذا ظل اثر الاجسادهم سواد الليل راح يوديه الشايش مشان يبرد قلبه ويعرف انهم ماتوا. او طارم المخرز ومخاوين الصيادين الاربعة واختفى معدي بينون. قال سواد الليل: يا طحان الصخور، ما لازم ينهزمون منا هذه المرة، نفذوا من ايدينا عند المستنقع. المع عن عيون طحان الصخور وقال: صار لي عندهم ثار، ذبحوا عشرة من محاربيني، تغيرت الاهداف يا سواد الليل، واليوم ما راح يشوفون هذا الليل، راح اسوي بيهم شي بهذا الغابة ما شافوا مثله ولا سمعوا مثله بحياتهم. او قال: يا طابور العاشر، تنقسمون الاربع مجموعات، كل مجموعة تقف على جهة، أني راح أفوت على الغابة لحالي. سواد الليل قال له: لا، راح أفوت معك يا صاحبي، زاداني لي عدهم ثار، ذبحوا الغالية على قلبي قطوفة. أو طاروا طحان الصخور أو سواد الليل أو فاتوا بالغابة، الطابور العاشر التسعين محارب انقسموا الأربع مجموعات، كل مجموعة انتشرت من جهة حوالى الغابة الكبيرة. وصل من نص الغابة طحان الصخور أو سواد الليل للمكان، كان نايم بي جمجوم بالشجرة، يوم قعدته أم الناي وكسرت الحجرة. وقال سواد الليل: هذا المكان مجتمعين بيه، ومبين على أثارهم خمسة. يا طحان، الغابة هذه كثيفة وأشجارها كبيرة وعالية، وأكيد مختفين بين الشجر. قال طحان: ولا يهمك يا سواد الليل، الحزة طالع عفريت الصخر وخلي يشلع كل هذا الشجر، راح اسويها ارض قاحلة ما بيها ولا شجرة. صفق ايديه وقال: اظهر يا عفريت الصخر. او ظهر العفريت الكبير قبالهم وقال له طحان: شلع هذا الشجر يا صاحبي، بجنون مختفيا بيه، ذبحوا عشرة من محاربيني. او سحب العفريت سيف كبير من ظهره، كل ما يصير قبال الشجرة
يضرب جذعها انها طائرة تفتل جدامه يضربها برجله الطير من قوت الضربة تطلع برأت الغابة مسافة او قام العفريت يحصد بالشجر حصاد لمن ما قرب على الشجرات الاربعة المتغبين بيهن جمجوم بقلب الشجرة قائل بقلبه ايش هالعفريت هذا اذا ما طلعت عليه ما رح يخلي الشجرة بهذا الغابة العفريت يحصد بالشجر او طحان وسواد الليل يمشون وراه او سواد الليل يمد يده من الشجرة للشجرة او قال يا طحان الغابة كبيرة او عفريتك هذا بطيء قال له يا صاحبي ما اريد ادمرها كلها أخاف زاد ينهزمون وما نشوفهم يوم ما صار العفريت قبال الشجرة المختفي بيها جمجوم رفع السيف لي فوق تا يضربها اطلعت لمعة من الشجرة وطلع عليه جمجوم عيونه التلامع والسيف الأحمر يلمع بيده أو هجم على العفريت بسرعة رهيبة ضرب عفريت الصخر إنه قاصيده ارتمت على الأرض هي والسيف او وقف قبال وجهه ضربه بالسيف الاحمر انه شاق راسه نصين وارتمى العفريت على ارض او وقف جمجوم فوق العفريت او بينوا عليه طحان وسواد الليل وقال طحان هذا هو الغدار ذبح عفريتي يا سواد الليل صاح عليه جمجوم وقال وانت زاد بدك تلحقه هذه اسمها غابة الموت ما حدا يفوت عليها ويطلع منها عايش واختفى جمجوم وصارت اللمعة بين سواد الليل وطحان اختفى سواد الليل وظهر بغير مكان او شاف طحان الصخور راس مكان وجسد مكان او جمجوم واقف والسيف الاحمر يلمع بيده قال سواد الليل هأذا منه ذبح قائد الطابور العاشر بضربة وحدة ايش هالجني هذا وانه ظاهر جدام جمجوم على ما هفوا بالسيف اختفى سواد الليل او ظهر برات الغابة عند واحدة من المجموعات الاربعة من الطابور العاشر وقال اهجموا على الغابة طحان الصخور قائدكم مات واهجموا المحاربين بسرعة رهيبة يسابقون الريح ثلاثة منهم تفرقوا او داروا على المجموعات الثلاثة او فاتوا المحاربين التسعين الطابور العاشر على الغابة الكبيرة سواد الليل بعيد عن الغابة وقال ليش رحت يا المخرز هذا ما يقدروا له الا مخاوينا الصيادين او قامت الصيرة اللمعات بالغابة وتقب الغبرة والتراب والاشجار الكبيرة تطاير من كل مكان الارض جوا قامت تهتز هذيبة وطارش وشموع طلعوا من الشجرات ووقفوا ورا جمجوم او محاربين الطابور العاشر يهجمون عليهم واحد ورا واحد الروس تطاير والاجساد تقطع لو من ما ذبحوهم كلياتهم سواد الليل واقف وما عاد يسمع حس ولا عاد يبين عليه شي طاروا على بجو وهز برأسه وقال ماتوا الكل ماتوا ابعث خبر للمخرز هذولا قوتهم كبيرة وما ينقدر عليهم او صفق ديه واختفى قعدوا بالغابة الاربعة وقال جمجوم الغدارين قطعوا نص الشجر قال الشموع يا الذئبة الاسم جمجوم هذا قوي اذا تهجم عليه جيوش ما تقدر له قالت الذئبة يا شموع هذا من محاربين العصور القديمة شايف الغابة هذه ما حدا كان يقدر يهجم عليها ولا يقرب عليها وما صار حواليها الا معركة واحدة بين جمجوم وجماعته او جماعة الصيادين او خسروا بهذيش المعركة وانطعن بيها على ايد ساحر غدار كان بي عنده رمح لا ينصد ولا يرد الرمح اسمه اظفر التنين قال الشموع اخ بس لون يجي شائش الغدار قالت الذيبة راح يجي اصبري بس يسمع عنا بهذا المكان راح يجي او قامت تمر الايام ووصل الخبر للربع الخالي لساحر المخرز او بعث خبر للصيادين وراح يقابلهم او وقف قبالهم فوق برج عالي على حرف البحر البرج واصل للغيم قال المخرز اخسرنا الطابور العاشر بارض الذهب ما ظل منهم ولا واحد عايش حتى القاء الطحان وعفريت ماتوا قام واحد من الصيادين الاربعة واسمه زوبعة وقال يا المخرز احنا جا نجهز حالنا مشان الحرب الكبرى بارض الالماس لانه قربت وانت تريد تستنزف محاربينا بارض الذهب جني ومعاذيبة وبشرية ليش ما قضيت عليهم قبل ما تجي قال المخرز
يا صياد زوبعة. يوم ان وصلت على المكان اللي هم بيه جانا الغراب وقال الصيادين يريدونك بالحال. قام الصياد الثاني واسمه لافوف او قال يا المخرز اتبعنا بارض الذهب كثيرين. ابعث خبر للملك زمهرير ملك الجن او للملك تمساح ملك العفاريت والملك البشر شايش خلينا نقون من القوة الثلاثة محاربين اقوياء يدوروا لهم لو من ما يلقونهم ويقضون عليهم. الأمور الصغيرة هذه لا تشغلنا بيها مثل ما قال لك زوبعة احنا قاعد نجهز حالنا للحرب الكبرى. قام الصياد الثالث واسمه الذباح وقال الخبر جانا من سواد الليل الجني عنده سيف احمر او قوته كبيرة هذا اكيد من سلالة جمجوم اشلون ظل عايش هذا لحاله بهذيك المعركة قالوا لنا ما ظل حدا منهم عايش واختفت سلالتهم. قام الصياد الرابع او هو قائدهم واسمه تربان وقال يا اصحابي يا ثلاثة ليش ما يكون هو نفسه جمجوم لانه مخاوين الصيادين وابو المخرز لو من جونا او حشونا اش صار بالمعركة. قالوا جثة جمجوم اختفت وما لقينا له اثر. قال المخرز مو ابوي ضربه برمح اظفر التنين من الصعب يكون هو. قال تربان يا المخرز بعالم الجن ما بشي صعب او لازم توقع كل شي يصير. انا اتفق معكم بالراي الاول اللهم الجن والعفاريت والبشر اللي بارض الذهب يروحون على نفس الغابه او يهجمون عليه او راح نبعث مجموعه من الشان ومشاركين بالحرب القديمه مشان يتاكدون من هذاك الجني. لازم نعرف اذا كان هو نفسه جمجوم الا واحد من سلالته. المجموعه لازم تكون متخفيه وما حدا يشوفهم ومهمتهم بس يعرفونه منه. إذا هو جمجوم راح يعرفونه وإذا مو هو زاد راح يعرفون. يرجعون للربع الخالي ويجيبون الخبر خبر مخاوين الصيادين الأربعة هم يعرفون كل المحاربين كانوا بالمعركة. يبعثون مجموعة قوية وما لازم نخسر ولا واحد منهم. مثل ما يروحون يرجعون عددهم كامل. واختفى المخرز أو ظهر على الأرض أو طلب مخاوين الصيادين الأربعة أو قال لهم عشية اتفقوا عليه هو والصيادين او بعثوا مجموعة قوية من ارض الربع الخالي او بعثوا اخبار للملوك الثلاثة الملك زمهرير ملك الجن والملك التمساح ملك العفاريت والملك شايش ملك البشر بارض الذهب. شايش كان مجهز حاله مع مجموعة كبيرة من محاربين البشر والجن امشان يهجم على الغابة سواد الليل حشالوا كل شي صار بيها او لو من وصل الخبر مشى على راس جيش كبير كانوا رايح يحارب مملكة باتجاه الغابة الموجودين بيها جمجوم وطارش والذيب وشموع او مر نياء من نوب. جمجوم وطارش وشموع قاعدين بالغابة او قال جمجوم الامر هذا غريب جماعة الصيادين اذا يموت منهم حدا ما يسكتون ولا يرضون بالهزيمة ولا يطولون بأخذ الثار. معقولة تغيرت عاداتهم بعد كل هذا السنين المرت وانهم يسمعون الوحيف بالغابة. جت الذيبة مثل السهم او وقفت قبالهم وقالت جونا جيش من البشر اول مبين علي وتالي وما يبين او على راسهم شايش او بمعاهم محاربين من الجن. قامت شموع حيلها وقالت جيت يا شايش جيت يا غدار اليوم يوم الثار خلونا نطلع ونتلقاهم. قال جمجوم لا بدي انطيكم معلومة الغابة هذه بيها رصد من ايام اجدادي القدامى من العصور القديمة لو من اكون موجود بيها اذا تهجم علي كل جيوش الارض ما يقدروا لي. اخذ قوتي من الاشجار او من هذا الارض اذا اطلع برات الغابة راح اكون محارب عادي من محاربين الجن. يعني الغابة هذه مصيدة لازم نخلي معركتنا بهذه الغابة وما نطلع منها. قال الشموع زين بس شايش ليا. قال جمجوم ما حدا راح يذبحوا غيرك يا شموع ما دام معاهم محاربين من الجن. راح نسوي مثل هذيك المرة نختفي بالأشجار ونخليهم يفوتون على الغابة ويدورون بيها او هالمرة لازم نتغبى بحد الوادي. يمكن هذه خطة من الصيادين بعثينا جيش البشر يوم نشتبك معاهم بالغابة هم راح يحاولون يغافلونا او يضربونا غدر. اولي غدروا بي وضربوني برمح هالمرة ما راح اخليهم يغدرون بي
واني جمجوم وراحهم يمشون بالغابة لو من ما صاروا قبال الوادي الحوالي شجر كبار ورق الشجر لون واصفر وفاتوا باربع شجرات وتغبم وصل شايش على حد الغابة وورا جيشه كبير ومعاهم سواد الليل وقال يا شايش هذه هي الغابة. قال شايش زين اول شي راح نطوقها من الاربع جهات وبعدين نشعل بيها نار ونحرقها اذا ما انحرقوا بالنار راح يفطسون من الدخان واذا نفذوا من الشغلتين راح يطلعون برات الغابة وبعدها نصيدهم. او قال المحاربين الغابة هذه كبيرة لازم نطوقها من الاربع جهات ونشعل بيها النار من كل الاطراف يا يموتون اليوم محروقين يا اقطع روسهم بسيفي. واني شايش وانتشر جيش شايش الكبير حوال الغابة الكبيرة او شعلوا بيها النيارين من كل الاطراف. طلع جمجوم من الشجرة او شاف الدخان وطلعوا الثلاثة طارشوا شموع والذئبة وقال جمجوم الغدارين شعلوا من كل الاتجاهات النار. قالت الذئبة يا طارش اسحب سيفك وخلينا بيع الميت تفجر من الارض. سحب السيف طارش من ظهر وزته لي فوق او صفق يديه وضربهن على الارض او قامت تدفق يا نبيع المي من كل مكان او وين ما تشعل النار تطفيها. قال سواد الليل نسيت اقول لك يا شايش هذول عندهم مهارات يطالعون المي من الارض ويشعلون النار ويخلون الريح تهب او عندهم مهارة البرق. قال شايش ما راح تخوفني مهاراتهم ثار اخويا وثار هالقبيلتي راح اخذ اليوم او رفع ايده قال يأبى الطبل دق على الطبل علامة الهجوم او خلى جيش يفوت على الغابة او قام يدق الطبل وفاتت المحاربين من كل الاتجاهات او قال جمجوم فاتوا على الغابة الحصار وقت الصيد لازم نظل على حد بعضنا وما نتفرق او قاموا يطيرون بالغابة على حد بعضهم وليطلع قدامهم من محاربين شايش يذبحونه. شايش راكب حصانه ويدور حوال الغابة او سواد الليل ومع مجموعة كبيرة من الجن طايرين وراه وما يسمع غير صوت الضرب وصياح المحاربين من كل مكان او كل شوي يصير ضربة قوية تهتز الارض جواهم او كل ما يختفى الصوت يصيح على بطبل وتفوت مجموعة ثانية على الغابة او قال سواد الليل الشايش الغابة هذه مصيدة ما راح يطلعون منها ما ظل من محاربينك الا عدد قليل يا شايش واذا صارت الدنيا ليل ما راح نقدر نفوت. ذات حاله شايش من فوق الحصان وقال اني راح افوت عليهم وفوت كل المحاربين ظلوا معايا من الجن والبشر. وفات شايش على الغابة وورا محاربينه وقعد سواد الليل وقال هذا زاد راح يصير بي مثل طحان الصخور لانه ما عنده صبر. قاعد اقول له استنى يوم ما تجي محاربين الجن من الممالكة الثانية والعفاريت وبعدين يصير هجوم واحد امشان يضربونهم ضربة قاضية. او شايش يمشي بين الشجر محاربين الجن حواليه وفوقه ومحاربين البشر يتحرفون ويسمعون الوحيف. يوم ما بينهم عليهم الاربعة واقفين على حد بعضهم جمجوم وطارش او شموع والذئبة والسيوف التلامع بديهم قال شايش ذؤلا هما هذه هي بنت الشيخ طوفان تعالي يا غدارة المبارزة بيني وبينك. مشت شموع وقالت اني وهو انتبارز يا اذبحوا يا يذبحني. او نزلوا محاربين الجن فوق الشجر ومحاربين شايش ضبوا على بعضهم او تقابلوا شموع وشايش وهجمت عليه عيونها التلامع او تلاقت السيوف وطلعت لمعة قوية اثنيناتهم رجعوا لورا مسافة. قال جمجوم الغدار هذا زاد عنده من قوة جن ومن مهاراتهم قوته كبيرة يا الذيبة ومبين عليه غدار. او هو يهجم على شموع وشموع تهجم عليه او واحد يضرب وواحد يصد او من ما غابت الشمس وصارت الدنيا ليل. قال جمجوم طولت المبارزة اني بدي اقضي عجايين معاه واذا شموع ما راح تقدر له اني راح اذبحه. واختفى من مكانه جمجوم وقامت تطلع اللمعة بين الاشجار واختفى طارش
واحترف ورا شايش وما يسمع غير صوت محاربين من البشر والجن، والذيبة بيناتهم عيونها التلامع بالليل وظافرها التلامع، جكت السيف بالأرض شموع وسحبت الرمح من ظهرها وبرمته بيدها وضربته باتجاه شايش جالو صفير. برم السيف بيده وقال الغدارة ابعتمت الليل تضربيني برمح، ما تعرفين منو شايش؟ او صدر رمح راح الرمح يفتن لي فوق، وان الصفير الثاني جاي. السهم انطلق من النبلة، نبت السهم بصدره طلع من ظهره، او جثى على ركبه شايش وقال صابتني الغدارة من الطوفان، وانها شموع ظاهرة قبال السيف تلأمع بيدها، او جاء سيف لوا وحيف وسمع صوتها تقول اخذها مني واني شموع بنت الشيخ طوفان، اليوم يوم الثار يا شايش الغدار، اضربته بالسيف انه رأسه طاير من فوق كتوفه، او رفعت ايدها لي فوق وقالت خذيت بثارك يا يابا، او خذيت بثار كل ربعنا، والحظ طفت النار الشاعلة بقلبي من سنين، او وقفوا حواليها جمجوم والذئبة وطارش، والدموع سائلة من عيونها على خدود، قال طارش خذيتي بثار يا اختي يا شموع وذبحتي هذا الغدار. سواد الليل قاعد بعيد عن الغابة مسافة، او ظهر والمحاربين قدامه محاربين الربع الخالي، وقال واحد منهم يا سواد الليل ارجع على مكانك، اعرفنا هذا جني، هذا جمجوم، هذا جمجوم، هذا جمجوم. قام حيلو سواد الليل وقال لازم استنى ملك الجن وملك العفاريت، قربوا يصلون. قال المحارب بعد ما عرفنا منو احنا بدنا نروح على الربع الخالي، انتهت مهمتنا. صفق مديئهم واختفم، وظل سواد الليل واقف ويدحج على الغابة وقال استنى لو من ما تطلع الشمس، اذا ما جاء الملك زمهرير والملكة التمساح راح ارجع على رجوم، واكيد جماعة الصيادين بعد ما عرفوا انه جمجوم ما راح يخلوني يدور على كيفه بارض الذهب، راح يجون هم ويذبحونه. ام الناي قاعده بالمدينه وقبالها الحكيم ابو شرار، قامت حيلها وقالت شموع خذت بثارها وذبحت الغدار شايش، والمحاربين كانوا جايين من الربع الخالي وكانوا مختفين، كانت جيتهم بس مشان يعرفون انه هو جمجوم لا حدا غيره، راحوا يودون الخبر للصيادين يا الحكيم ابو شرار راح يجون من الربع الخالي وراح نشوفهم بعيوننا. قام حيل الحكيم وقال معقولة يجون جماعة الصيادين؟ قالت ام الناي متأكدة انهم راح يجون، جمجوم سلالته نادرة واتوقع انهم راح يحاولون يصيدونه ويحطون عليه ختم، ما راح يعيفون هيش محارب قوي يموت بسهولة، او لازم اروح عليه وحذره، ما لازم يواجههم، اول مرة انطعن وقدرت اخلصه، الحز بعد ما عرفوا عايش راح ياخذون كل الاحتياطات وراح يجيبون معاهم اقوى المحاربين، ما راح اقدر اقرب على هضاك المكان. قال الحكيم يوم الناي مو انت قلتي لي قوة جمجوم بالغابة كبيرة وما حدا يقدر له؟ قعدت ام الناي وقالت قوته كبيرة بالغابة ويقدر يحارب جيوش، بس مو الصيادين الأربعة، بس مو الصيادين الأربعة، بس مو الصيادين الأربعة. مع طلعت الشمس راح أروح لهم وبدي أحاول معاه بلشي غير هضاك المكان، يروح يختفي مكان ثاني. سواد الليل قاعد والدنيا ليل، أو حسب قوة كبيرة قربت عليه وقامت العيون التلامع حواليه، وأن الملك زمهرير حاكم ملوك الجن بأرض الذهب واقف قباله وقال ليش واقف لحالك يا سواد الليل؟ وينو شايش؟ قال له سواد الليل ما عنده صبر، ما رضى يستناكم، مات هو وكل محاربينه اتشانوا معاه من البشر والجن. يا الملك زمهرير الموجود بالغابة جمجوم، 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 امخاو الذيب صاحب السيف الأحمر عين الذيب الحمراء. قال الملك زمهرير انت شعت تحكي يا سواد الليل؟ هل اسمه جمجوم؟ قالوا مات من العصور القديمة، شلون طلع عايش؟ قالوا سواد الليل ما عرف، كانت بمجموعة من الربع الخالي وراحهم يخبرون المخرز او جماعة الصيادين. انت لازم تسمع نصيحتي، لا تحاول تهجم على الغابة الا يجون من الربع الخالي. قال الملك زمهرير ما جبت معاي الا عدد قليل من المحاربين يلون اعرفوا جمجوم،
كان جبت معايا جيش بدنا نستنى التمساح ونشوف ايش قد جايب معه من العفاريت، وان الارض قايمة تهتز جواهم، وظهر العفريت التمساح عيونه يجدحن وقال هذا هو المكان، ماني شايف بي حدا غيركم. قال الملك زمهرير المتمردين بالغابة قدروا يذبحون شايش وكل محاربينه، او قبلها ذبحوا مجموعة كبيرة من محاربين الربع الخالي، الطابور العاشر مع قائده كلهم ماتوا بهذا الغابة. قال العفريت التمساح لهالدرجة هذه قوتهم كبيرة؟ قالوا زمهرير ايه، بدنا نستنى بلشي يجي المخرز ومخاوين الصيادين الاربعة. قال العفريت التمساح اني ما عندي صبر، استنى لو من ما تطلع الشمس، اذا ما جم راح افوتاني والعفاريت المعاي على الغابة، راح ادمرها وما خلي بيها الشرى، واقلب الارض اللي بيها عاليها على واطيها، واذبح كل شي متحصن بيها. وقعد ما ثلاثة على احد بعضهم بعد ما انطوا امر الملوك للجن والعفاريت يطوقون الغابة من الاربع جهات. جمجوم واقف بنص الغابة ورافع راسه لفوق ويدحج على القمر وقال يا الذئبة، القوة طوقت الغابة كبيرة، محاربين خطيرين من الجن او عفاريت كثيرة. قالت الذئبة يفوتون علينا بالليل. قال لها لا، اتوقع راح يستنون لطلعت الشمس، انتوا ارتاحوا واني راح اظل قاعد، يوم ما تطلع الشمس ويصير النهار راح تصير حرب طاحنة بهذا المكان. قالت الذيبة يا جمجوم ما نقدر نطالع طارش وشموع من هذا الغابة. قال لها لا، طوقوها من الأربع جهات، لا تنسين كلامي يا الذيبة، إذا صابني شي انطعنت أو متت أو انأسرت لازم توصلينهم للوادي وتفوتينهم على المغارة. قالت الذيبة يا جمجوم احنا معاك وما راح نخلي حدا يقرب عليك وراح نحمي ظهرك. أفضل جمجوم واقف على رجلي لو من ما طلعت الشمس أم النايجة الطائرة وقامت تبين عليها الغابة أو على حد الغابة برج عالي، واقفين فوق البرج الصيادين الأربعة ومخاوين الصيادين الأربعة والساحر المخرز ومعاهم مجموعة كبيرة من المحاربين والجن. صفى حوائل البرج العالي، وقفت أم النائي وقالت تأخرت علواني جاء يا بالليل، ما عاد أقدر أفوت عليهم على الغابة، انطوق من الأربع جهات، المرة ما راح أقدر أساعدهم ولا أقدر أقرب عليهم. جمجوم واقف على حرف الوادي عند شجر الورق الأصفر أو واقفين بحده طارش وشموع والذئبة وقال زادت القوة وصارت كبيرة، والبرج العالي هذا جعد يبين علينا أول مرة أشوفه. قالت الذئبة سمعت عن الأبراج من أم الناي وأبا الربابة، أبراج الصيادين، معقولة واحد منهم جاي؟ قال جمجوم على وائي الذيبة يكون واحد منهم جاي، لأنه أنا ثاري عند الصيادين ومخاوين الصيادين الأربعة، وهذاك الساحر الغدار اللي ضربني بالرمح بظهري، أنا لوم أن متشنت أتوقع ما تلاقى معاهم ألا لوم أن تظهر مدينة الصحراء الكبرى أو ينفك رصدها. الساحر المخرز طار من البرج أو نزل عند الملك الزمهرير والعفريت تمساح أو قال لهم الصيادين الأربعة جم، أنتم مهمتكم انتهت، تقدرون ترجعون على ممالككم، عرستوهم بالليل وما قدروا ينهزمون. قال الملك زمهرير ما راح نروح إلا نشوف شي يصير. أو قال الملك تمساح العفريت وإحنا زاد ما راح نروح إلا نشوف شي يصير. قال المخرز زين، معناته ظلون واقفين بمكاناتكم، لا حدا منكم يتدخل، وإذا لزم الأمر أن تفوتون على الغابة راح أجي وأخبركم. أو طار المخرز ونزل فوق البرج وقال للصيادين أفوت علي أني؟ قام الصياد زوبع وقال لا يا المخرز، إحنا نعرف جمجوم قوتو بالغابة. طار الصياد زوبع من فوق البرج ونزل باتجاه الغابة مثل السهم لو من ما صار فوقها وقال اظهري يا الزوبعة، زوبعت النار، زوبعت الدمار، او ظهرت زوبعة كبيرة شاعلة بيها نار حمرة تطاير منها الشرار، قامت تفتل حول الغابة بسرعة ولئها وحيف تحرق الشجر وتحفر الارض لو من ما الغابة كبيرة صار حجمها صغير، دائرة من الشجر
حوال الوادي البي الشجر الأصفر. صفق إيدي الصيادة زوبعة واختفت زوبعة النار، ورجع وقف على البرج وقال ألح صارت مساحة الغابة صغيرة وشجر البيها كله واقف. لا تنسونا الشيء اللي اتفقنا عليه، لازم الشجر هذا ما يتقطع ولا نحرقه ويظل على حاله. والحس قامهم يبينون عليا جمجوم أبي بحده ذيبة أبي بنية من البشر أبي جني صغير. جاهز حالك يا المخرز أو جاهز ختم السيطرة، قال واحد من مخاوين الصيادين. نفوت عليهم ونجيبهم. الصياد تربان قاعد قال لهم لا، ابعثوا له الملك زمهرير ومحاربينه. قال الصياد زوبعة أخاف يذبحوا جمجوم. قال له تربان أنا أريده يذبحوا، ويذبح كل المحاربين الأقوياء المعاه. كل شيء موجود بهذا المكان من محاربين الجن والعفاريت راح يموت. قال الساحر المخرز هذولا من أتباعنا يا الصياد، ليش بدك تقضي عليهم؟ قام حيلو قال قانوننا معروف، رفضوا الأمر اللي انطيناهم إياه، وانت قلت لهم روحوا يا المخرز، ليش ما راحوا؟ وش قالوا لك؟ قالوا لك بدنا نستنى تنشوف شي يصير، هل يرفض لنا أينا أمر؟ لا تحسبوا من أتباعنا، بعد ما يموتون بهذا المكان راح تلاقي غيرهم من الجن والعفاريت والبشر، وتخليهم يصيرون ملوك بأرض الذهب. أو لا تنسى توصيهم يا المخرز، الغابة هذه ظلت الزغيرة لازم تظل على حالها، ما لازم يكسرون الشجر ولا يحفرون الأرض ولا يدمرون الوادي الموجود بنصها. جمجوم ظل يمشي لو من ما وصل لآخر شجرة أو شاف شلون الدمار، الشجر كله محروق والأرض محفورة حفر أو ما يبين غير السواد، والبرج العالي قبال الغابة والعفاريت والجن مطوقينها من الأربع جهات. وقال جمجوم إذا ظلت شجرة وحدة بهالغابة وبحدها 4 أمتار من الأرض راح أظل مقاوم وراح أقضي عليكم كلياتكم. وأني جمجوم وأني جمجوم وأني جمجوم. أو سمع من وراء على حرف الوادي صوت عالي، الملك زمهرير والمحاربين المعاه فاتوا من غير طرف، أو صار الضرب بالسيوف والرماح بينهم وبين طارش أو شموع والذئبة. اختفى من مكانه ووصل عليهم وان محاربين الجن الاجساد والرؤوس مقطعه، وطار الشاعل حواليه وميض ابيض والقلاده تلمع بصدره والسيف تلامع بيده او جاثي على ركبه قدامه. الملك زمهرير ضربوا بالسيف طارش انه طاير راسه بجو. الصياد تربان فوق البرج هزب راسه وقال الجن الصغير هذا ما لازم يموت، ما لازم يموت، هذا سلالته نادرة والقوة اللي عنده رهيبة، أو هذا زاد لازم نختمه، معناته بس البشرية تموت، نختم جمجوم والذيبة وهذا الجن صغير. قال الصياد زوبعة أني من رأيي زاد هي نختمها، عندها مهارات قوية وقوة كبيرة، ذبحت عدد كبير من محاربين الزمهرير، وإذا طيعوني لازم نخليها هي تصير الملكة على كل البشر الموجودين بأرض الذهب. قال الصياد تربان مثل ما قلت يا صاحبي، زاد البشرية نختمها. وإن المخرز ظاهر قبالهم وقال زمهرير ومحاربين وماتوا. قال له الصياد زوبعة الله العفاريت تقرب عليهم لهم يطوقون الغابة، أنت أختم العفريت تمساح والعفاريت جايين معاه كلهم اذبحوهم. أو راح المخرز وسحب العفاريت وطوق ما القسم الصغير الظل من الغابة، وقف ورا العفريت تمساح ورفع يده والمعت أو هجم عليه مثل السهم أو حط يده على ظهره وقال ختم السيطرة. أو ختم المخرز العفريت تمساح. أمخاوين الصيادين الأربعة داروا دورة كاملة من سرعتهم ما يبينون، تبين وراهم روس العفاريت تطاير عفريت ورا عفريت يوم ما قضوا على كل العفاريت. سواد الليل قاعد ويدحج وقال عرفت اللي يذبحونهم الملك زمهرير والملكة تمساح، يلونهم سمعانين كلام المخرز أو رايحين على ممالكهم شان ظلوا عايشين. هذولا ما يعرفون منو جماعة الصيادين، أم الناي مختفية بمكان بعيد عن الغابة أو جسدها مغطي بالعسل قالت بقلبها إيش قاعد يصير بهذا المكان. راح يقضون على الكل، بين هدفهم يريد يختمون جمجوم. جمجوم قاعد وراش يظهروا على الشجرة
أو جدام والذيبة أو طارش وشموع. وقال الأمر صار غريب، جابوا العفاريت وخلوهم يطوقونا، وبعدين ذبحوا العفاريت. هذولا بيعدهم خطة، لا تنسون كلامي، هذيك المغارة قبالكم، بس قلت لكم روحوا على المغارة لازم تفوتون عليها مثل السهام، ما لازم حدا منكم ينأسر ولا حدا يموت. قالت الذيبة يا جمجوم، يعني انت حاس ان الوضع صار خطير؟ هزب راسه وقال ايه يا الذيبة، شغلة واحدة راح يقدر يسوونها، يذبحوني. هم من الزمان القديم يدورون وراي ويريدوني اصير معاهم، ورفضت كل الدعوات اللي قدموا لي اياها. لو ما انقطع ولا امل قرروا انهم يقضون علي ويقضون على كل سلالتي. قال طارش او قضوا على كل اهلي وكل سلالتي. قالوا جمجوم لها سبب هذا، اريدك تفوت على المغارة، انت امانة من ام الناي، ام الناي غالية عليا، ما اريدها باشر تقول جمجوم ما حافظ على امانة. طاروا الصيادين الاربعة من فوق البرج ونزلوا على حرف الغابة وفاتوا عليها، ووراهم مخاوين الصيادين الاربعة المقنعين، والمخرز يمشي جدامهم، والمحاربين والعفاريت كانت جاية معهم. طوقت القسم الظل من الغابة، ما عاد يقدر يمر منه الطير الطاير، أو ظلهم يمشون لو من ما صارم قبال جمجوم وطارش وشموع والذيبة. وقف حيله جمجوم وقال هذولا هم مخاوين الصيادين الأربعة، الساحر المعاهم متغير، والأربعة جعد يمشون جدامهم، يمكن هذولا هم الصيادين الصيادين الصيادين. الصياد تربان المعن عيونه صفق ايديه او ضربهن على ارض او قام التراب يتحرك. صاح جمجوم روحوا على المغارة بسرعة، او زتهم حالهم الذيبة وطارش وشموع بالوادي، او زت حاله وراهم جمجوم لو من ما صار مقبال باب المغارة. فات طارش وفات الشموع قبل ما تفوت الذيبة، يضبها من رقبتها واحد من مخاوين الصيادين الأربعة، أو برمها بإيده زتها لي فوق، راحت تفتل بجو وإنه ظاهر الساحر المخرز، رافع إيده لي فوق وإيده التلامع يتطشر منها مي سودا. ضرب إيده على ظهر الذئبة وقال ختم السيطرة أو ختم ظهر الذئبة. انزلت تفتل باتجاه الأرض، قبل ما تصل الأرض ظهر واحد من مخاوين الصيادين وقضبها، وقفت على رجليها بحده وقام يمسح ظهرها وقال يا هلا بالذيبة، أهلين بيش بيناتنا. جمجوم لفات على جسده سلاسل، إيديه ورجليه مربطات، وقباله اثنين من مخاوين الصيادين، وظهر الساحر المخرز وراه وقال صار دورك يا جمجوم، وانت زاد أهلين بيك بيناتنا. والمعتيدو قام تطاير منها مي سودا، وضرب جمجوم على ظهره ختمه أو شالوه حطوه قدام الأربع الصيادين. قال تربان وين هذاك الجني صغير والبشرية المعاه؟ قال له المخرز فتوا بالمغارة البلوادي وانو سواد الليل ظاهر قبالهم. قال تربان هذا انت يا سواد الليل، رفوت على المغارة وطالعهم. قام يتحرف حوالي سواد الليل وقال بقلبه اني تريدني افوت عليهم؟ المعن عيون تربان وقال ما جعت تسمعني يا سواد الليل. قال لهم بلى رايح اجيبهم، وطار باتجاه المغارة وفات عليها، ظل طاير بيها لو من ما وصل لعند السرداب او نزل بسرداب، وقف قبال الحجر الزرقاء كبيرة او قال سواد الليل وينهم هذول؟ وين اختفهم؟ إذا ما أخذتهم معاي راح يذبحون الصيادين. معقولة عدوا من هذا الحجرة وهذه معبر سري؟ مديدوا على الحجرة سواد الليل أو صابته اللعنة، تغير جسده وصار لونه أزرق وارتمى على الأرض وتجمد. فاتوا مخاوين الصيادين الأربعة بعد ما تأخر سواد الليل، أو شافوا مدد قبال الحجرة الزرقاء أو لفوا عليه السناسل وجابوا يسحلونه وراهم، حطوا قبال الصيادين. قال الزوبعة هذا صيبته لعنة. قالوا واحد من مخاوين الصيادين بيحجرة زرقاء هي السادة السرداب، يمكن مديدوا عليها. قرب تربان على جمجوم وقال يا صاحبنا يا جمجوم، الحجرة الزرقاء البسرداب شنو هذه؟ المعن عيون جمجوم وقال هذه الحجرة اسمها حجرة الزمن، اللي يفوت بيها يوقف عليه الزمان 10 سنين. قال الزوبعة زين طلع عندك أسرار يا جمجوم. قال تربان
الوادي هذا موجود بهذا القسم الصغير من الغابة. يمجوم والذيبة راح يظلون بقسم هذا الغابة، راح نسوي عليه رصد ونخفيه، ما راح يظهر إلا قبال مدينة الصحراء الكبرى. راح نخلى الأبراج الأربعة تظهر بنص هذه الغابة، والفتوا بالمغارة راح يمر عليهم زمن طويل أكثر من 10 سنين لو من تظهر هذه الغابة قبال مدينة الصحراء الكبرى. وما عاد يهمنا أمرهم الاثنين، أشياء شن نريدو يمجوم وقسم هذا الغابة معاه، أو حصلنا معاه هذا الذيبة. طاروا الصيادين الأربعة ومعاهم مخاوين الصيادين الأربعة والساحر المخرز، وقفوا فوق البرج العالي صفق يديه تربان، وانفتحت أبواب كثيرة بالبرج كبار وصغار، قامت تفوت بي العفاريت ومحاربين الجن كانوا مطوقينهم، وصفق يديه وتسكرت الأبواب. وقفوا الأربع قبال بعضهم وارفعوا مديهم لفوق، وقامت تسيل من ديهم مي سودة، اختفوا من فوق البرج، ظهروا بنص الغابة النوب وضربوا يديهم على أرض بسرعة رهيبة واختفوا، ظهروا فوق البرج، اختفى قسم الغابة، أظلوا بي جمجوم والذيبة، والوادي البي المغارة، الفاتوا بيها طارش وشموع، واختفى البرج العالي، وما ظل حد بهذاك المكان، طارت أم الناي، وانزلت مكان الغابة، ومدت يدها على أرض، والدموع سايلة من عيونها وقالت: خذوك يا جمجوم وخذم الذئبة وطارش أو شموع واخفم هذه الغابة، يا ترى وين راح تظهر بأي أرض وبأي زمان؟ أو طارت أم الناي ورجعت على المدينة وقالت للحكيم عشية صار، ضرب إيده على رأس الحكيم وقال: هذا ما كان على البال، وين بدنا نلاقيهم يوم الناي؟ ويا ترى راح يظهرون بزماننا هذا ألا بغير زمان؟ قامت حيلها أم الناي ودموع سائلة على خدها وقالت: صار عدد اللي ندور عليهم كثيرين، أولي كنت أدور على ابني هل ختموه أو حرموني من شوفته ألاف السنين، ألحظ خذم الذئب الغالية عليا وخذم جمجوم وخذم طارش وشموع الصيادين الغدارين، يا هل ترى بي حدا راح يظهر ويقدر لهم بيوم من الأيام؟ أو قامت تمر الأيام والأشهر والسنين، وارض الذهب شعلت بيها نار الحروب بعد ما ماتوا الملوك التمساح والزمهرير، وانقسمت القسمين او كل قسم صار عليه ملك، والحرب طاحنا بيناتهم كل واحد منهم يقول اني ملك الزمان، وارض الذهب ليا. او جماعة الصيادين بالربع الخالي قاعدين ويراقبون ارض الذهب، او اين واحد يشوفون قوته صارت كبيرة ويشوفون انه يأثر عليهم، يبعثوا له جماعة مخاوين الصيادين والمخرز يذبحونه أو يختمونه أو يختمونه أو يختمونه. قصة طارش دواس الظلمة بأرض الذهب راح تنجمع أحداثها مع قصتنا الجميلة والممتعة قصة غليص ابن الجنية. لكم تحيات أخوكم موسى المردود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.